سلام شباب، هذا الجزء الثاني الآن من مهمة الويتش كوين. تحية لكم من الغارديان باتمان ومعاي لايت فورس مرة ثانية. طبعا قبل ما نروح في دي المنطقة أشرع تقدر تشوف الأولس جاهزين يحموا المنطقة، فإحنا علينا واحد يروح للفت واحد يروح الرايت، يعني يمين ويسار، ونشوف ايش نقدر نسوي. ان شاء الله ما يقتلون. مستعد؟ يب. اوكي. بانشت. اطلق. طبعا احنا ما في خريطة، ما اقدر اشوف لايت وراح. انا هنا. أول جزء من المرحلة الآن. واحد هذا. وفي لسه. اوكي فتح الباب. Tell me, oh honor guest. It's her. How did you do it? How did you find the strength to destroy something so like yourself? There. To look in a mirror and kill what looks bad. طبعاً هنا أكيد في نايت. طبعاً في كل الويتش كوين الكامبين إن هنا موجود عندنا ريفايس واحد، فلازم نكون قويين جدا. هذا النايت عميق. الآن البليد نايت. اللايت بليد وينها؟ المفروض ظهر. ما ظهر لسه.
ساحرة ساحرة Nice. You're strong. That was too easy. It did seem too easy. خدعتنا ومسكتنا. وان هذا الباك بعد خلص. طبعا هذه نهاية الجزء The Arrival. أي كلمة بات قبل أن ننهي الحلقة؟ لا شكرا لكم للمشاهدة. أوكي okay, thanks all. See ya.